الفاضلة موزة شيدية تخلق لنفسها فرصة العمل والكسب من مشروع تربية الدواجن. لطالما كانت المرأة العمانية شريكة الرجل في مختلف مناحي الحياة ومكون أساسي لبناء نهضة الوطن وتقدمه، وتبادر بما لديها من قدرات لتكون جزء أساسي في الحضارة. هنا في ولاية صحم أبت الفاضلة موزة شيدية إلا أن تسعى لكسب رزقها بعمل يديها، حيث تعمل على تربية الدواجن وبيع لحومها وبيع البيض، وتدعم هذا العمل بأجهزة حديثة لتطوير الإنتاج وزيادته بالطرق العلمية الحديثة. لدينا تربية الدياي من الثمانية، أولا نسوي حظائر عادية والحمد لله يعني تيسرنا، بيض نبيعه، الدياي نبيعه، الدياي نبيعه مذبوح نبيعه ما مذبوح، اللي يبغى مذبوح نبيعه واللي يبغى ما مذبوح حتى ربوية نبيعه، بيعهن صغار وكبار كل شيء نعطيني. يوم يكون سمك وايد أحيانا أطبخه أسوي له شوية ملحة وشوية يزعة وأعطيهن هي. طير الدياي ما شي ما ياكله، كل شيء ياكله تغذى منه، والحمد لله رب العالمين ما يقطع من البيض، بيض وايد عندي في بتاع. وتبيع الفاضلة موزة هذه المنتجات على الجيران وأبناء الولاية الذين يأتون للشراء من مختلف المناطق، لتخلق لنفسها مصدر دخل وعمل يناسب وضعها المادي والاجتماعي. الحمد لله تقف معنا واصل يعني خارج الولاية وداخل الولاية ويمشي يعني في البيع. قدموا طلبات قبل بأسبوع جاني جهزنا الحالة، نقول لهم احنا بعد يوم الفلانية كذي كذي تعالوا. أنصح مرأة رئيسية في صحم في هذا المشروع، لأن هذا المشروع فيه مردود. تبرهن لنا المرأة العمانية دائما على جدارتها وعلى قدراتها التي تسعى من خلالها بأن تكون شريكة التنمية. بارك الله في رزق كل من سعى لكسب الرزق الحلال وإعمار هذا البلد.